أنا لست راضيا بالتأكيد عن قرار المحكمة، لأن أعتقد بالأصل هو قرار سياسي، والقضية أصلا هي قضية سياسية. وعندما لا أتكلم مع الإعلام النرويجي، لأنني وجدت خلال هذه السنين العشرة الأخيرة هم مثل سحرة فرعون، يعني كل ما يكتبوا عن ضدي، حتى لو يكون بث مباشر، لكنه هم يحولوها ويحوروها ويغيروها. Vi har ju läst avisen att det är sur att Mulla Krejka ska helst vill vara eller resa till Somalia. Kan du snacka om det med mig och säga att varför du vill helst vilja resa till Somalia? Jag har för reklam och hasab makarat in Mulla Krejka vill du utla i safir eller Somal. ممكن تحكي لي هاي الشغلة؟ نعم، هذا أنا أفرح بالسفر إلى الصومال، وأفتخر أن أكون بين الصوماليين، وهم إخوتي وأحبتي وأحبهم أيضا، وأنا وجدت من الصوماليين تعاطفا أكثر مما وجدت من أي قومية أخرى. وأيضا عندما يذهب الرئيس الوزراء النرويجي وهو قسيس يذهب إلى الصومال ويفتح مكتبا هناك، لماذا لا أذهب أنا وأنا مسلم وأذهب إليهم وأنا أحبهم، أستطيع أن أخدمهم، على الأقل أخدمهم في الشوارع حتى لو لم أستطيع أن أعطيهم درس. Och sista spörsmål, hur ser det ut framtiden din och din familj här i Norge? أنا بالنسبة لي كنت أعتقد وما زال يعني أن الضغط علي سيزداد، لأنه زادت نشاطاتي من جديد في بلادنا، والمربع أو المثلث الشيطاني الذي كانوا في البداية يضغطون علي جماعة طالباني والمخابرات النرويجية والمخابرات الأمريكية، هم الآن ما زالوا في نفس النشاط ورجعونا إلى المربع الأول ليسعوا من جديد لإيقاف نشاطاتي، وهذا هو السبب. شكرا. يا مرحبا.